بسم الله الرحمن الرحيم. الكيميكال فورمولا، الكيميكال فورمولا دي ال it means a formula represents the numbers and types of atom in molecule. يعني بالبلدي ال symbol بتاع ال compound اللي بيقول لنا هو اسمه ايه وعدد الاتوم اللي فيه قد ايه و types بتاعتها. هنفهم بالمثال الاكزامبل اللي عندنا كيميكال فورمولا اوف صوديوم كلورايد اللي هو التيبل سولت. صوديوم كلورايد كتب NaCl. ال NaCl دي هي الفورمولا اللي بنتكلم عنها، بتبين لنا ان هي it is formed of two atoms صوديوم ادي واحد، كلورايد ادي اتنين، وبتبين لنا كمان ان هو بيتكون من two elements صوديوم وكلورايد، يبقى two atoms و two elements. طب عايزين اكزامبل تاني يوضح لنا اكتر. الكيميكال فورمولا بتاعت الروتر H2O دوت فيه 3 اتومز، ازاي؟ هيدروجين H2 يبقى كده 2 هيدروجين 1 اكسجين، يبقى 3 اتومز. طب الاليمنت 3 برضو؟ لا، اليمنت 2 هيدروجين واكسجين، فما نتلخبطش في الحكايه دي. وبالطريقه دي ممكن نحل او نكتب الفورمولا بتاعت اي مولكيول، بس عشان نكتبها برضو في حاجات تانية لازم ناخد بالنا منها. مثلا عندنا صوديوم كربونات، عشان نكتب زي حاجة زي صوديوم كربونات في بقى اختلاف في الفالنسي، يعني الفالنسي دلوقتي يعني الحاجات اللي فيها صوديوم كلورايد حتى ال H2O في اختلاف في الفالنسي، ده هنحتاج نوضحه في التركيب بتاع الفورمولا كل واحدة والفالنس بتاعها. هنجيبه ازاي؟ عايزين مثلا نكتب الفورمولا بتاعت الصوديوم كربونات. هتكتب كلمة صوديوم كربونات، تكتب تحت الصوديوم ان ايه السيمبل. لازم بقى مع الوقت هتكون حفظته السيمبل بتاع كل element. صوديوم ان ايه الكربونات سي او 3، وده من الاتوميك جروبس اللي احنا حفظناها المره اللي فاتت. الصوديوم الفالنس بتاعه 1، وانتوا لو سمعتوا درس اللي فات احنا قلنا شفره كده نحفظ بيها كل الاتومز اللي الفالنس بتاعها 1، الاليمنتس يعني الميتالز والنون ميتالز. الميتالز الفالنس بتاعها 1 بنقولها ازاي؟ صوديوم لايك سيلفر. الجمله دي بتجمع كل معظم الميتالز اللي فيها الفالنس بتاعها 1. الكربونات قلنا احنا هنحفظ الاثنين اللي الفالنس بتاعهم 2 اللي هو الكربونات والصلفيت، فالفالنس بتاع الكربونات 2. بس لما نيجي نكتبهم هنعمل كروس، فالصوديوم هيبقى Na2 هيتكتب كده Na2، كربونات CO3 تاخد ال 1 وال 1 مبتكتبش، هتتكتب CO3 عادي. نوضح نفهم اكتر باكزامبل تاني. الالومنيوم اوكسيد، الومنيوم اوكسيد الومنيوم Al والاكسيد اللي هو الاكسجين. الالومنيوم السيمبل الفالنس بتاعه 3، وبرده اللي سمع الدرس اللي فات هيعرف الشفره بتاعته الالومنيوم الجولد 3، وكذلك الاف اي يبقى الالومنيوم الفالنس بتاعه 3. الاكسجين مريحنا خالص ان هو الوحيد النون ميتال والفالنس بتاعه 2. طب نكتب كل واحد تحت الفالنس بتاعه ونعمل كروس، فالاي ال هيبقى اي ال 2 والاكسجين O3، يبقى دي الفورمولا النهائية بتاعت الألمونيوم أوكسيد Al2O3. يعني ما ينفعش نكتب AlO وخلاص، لازم يكون الفورمولا مكتوبة بطريقة صحيحة. فعشان نوصل للأرقام دي هنحتاج نعمل الطريقة اللي احنا قلنا عليها دي، ودي بقى تعملوها في أي فورمولا أو أي موكيول أي سؤال يقابلكم تعملوا الطريقة دي. وهنزود عليها كمان عشان تفهموا أكتر ان الكيميكال فورمولا دايما هتلاقي في اولها ميتال او هيدروجين او اتوميك جروب، المهم تكون حاجه بوزيتيف. ده البوزيتيف دايما بيجي في الاول، انما النيجاتيف بيجي السكند او تاني حاجه. يعني في الاول تلاقي لازم تكتب فورمولا في اولها تلاقي حاجه بوزيتيف الميتال او بوزيتيف اتوميك جروب اللي هو الامونيوم او هيدروجين. وهنوضح برضو الكلام ده بتفاصيل اكتر. وتاني حاجة بتبقى النون ميتال او النيجاتيف اتوميك جروبس.
برضو في كام اكزامبل كده نوضحها لكم برضو. يعني تدريب كبر نايتريت، احنا قلنا الكبر السامبل بتاعه، السامبل بتاعه سي يو كبر نايتريت، نايتريت ان او 3، والنايترايت ايه؟ لو عاوزوا تكتبوا نايترايت هتبقى ان ان او 2، فالنايترايت ان او 3. وان شاء الله ما تقلقوش، يعني تكرار بس ان انتوا تبقوا شاطرين كده وتجيبوا المسائل وتحلوا، ان شاء الله هتبقى السامبلز دي جميله قوي لانها هتتكرر معاكم. يعني هي مش كتير قوي، يعني هي مع الوقت لو نفسك كل الحاجات دي حافظينها وبقت جميله، والحاجات دي هتفيدكم جدا حتى بعد لحد ما تتخرجوا من الكليه ان شاء الله. حتى لو دخلت كلية أدبي برضو ساعات بتحتاجوا تاخدوا الحاجات دي، فاعرفوها من دلوقتي. يعني السيو سيمبل بتاعه الفالنس بتاعه 1 و 2، احنا هنعتبر هنا مثلا 2. وال النايتريت قلنا كلهم الاتوميك جروبس الفالنس بتاعهم ماينس 1 ما عدا 3 حاجات، كربونات والسلفيت والفوسفيت. فالنايت تريد دي من الحاجات اللي هي فيلنس بتاعها 1، تعمل الكروس دي هتاخد التو ودي هتاخد الوان، يبقى سي يو والوان ما بيتكتبش، والان او سي او 3. ان او سي او 3. طب ان او سي او احنا قلنا الاتوميك جروب دي كلها على بعضها كده لايك يعني بيهيف از وان اتوم زي ما خدنا في الدرس اللي فات. طب ازاي تاخد الفالنسي اللي هو التو ده، هنكتبه جنبها ازاي؟ نعمل نين كوسين كده وهتبقى كده ان او 3 بروسيسس الكل تو، يعني تمام كده. بعد كده لو عايزين نكتب البوتاسيوم سلفيت، وهنا جايب لكم السلفيت والسلفايد، يعني الفيريك سلفايد دي مفيش حاجه اسمها فيريك سلفايد، بس انا ايه جايبها لكم عشان تفرقوا، يعني برضو ما تتلخبطوش بين السلفيت والسلفايد. بوتاسيوم سلفيت بسرعه كده، بوتاسيوم كي وهتحفظوه مع الوقت برضو. بوتاسيوم سلفيت، السلفيت اس او 4، بوتاسيوم السيمبل بتاعه 1، احنا هنا قلنا صوديوم لايك سيلفر كلهم فالنسي 1، دي الشفرة بتاعتنا بتاعت ال SO4 سيمبل ال valence بتاعه 2، تعمل كروس بوتاسيوم هيبقى K2، وال SO4 هتاخد 1 و SO سوري SO4 وال 1 ده مش هيحتاج يتكتب، يبقى K2 خليها تحت شوية، وال SO4 K2 SO4 تمام. نيجي بعد كده دي كانت ايه السلفيت، تمام بوتاسيوم سلفيت. طب ايه السلفايد؟ السلفايد اللي هو اس، ايوه برافو الاس. فرك احنا جايبها لكم ليه فرك سلفايد؟ عشان افكركم ان الايرون فرك وفرس، وعشان ما تلخبطش الفرك كان 3 ولا 2، احنا نفتكر ان الفرس كان 2. ليه؟ لان الفرس قلنا ان هو حديدوز ودو يعني 2، تمام. يبقى الفرك 3 فرك سلفايد. والسلفايد الاس احنا قلنا الاس دي اول كلمة 6، فالفيرنس بتاعها هو 2 او 4 او 6. احنا هنا نعتبر الفيرنس بتاعها 6. انا هنا هعمل لكم بس المولوكيول الغريب ده عشان اوريكم حاجه صغيره، هتاخد الاف اي هتبقى اف اي 6 و اس 3. احنا لما الاقي ان في حاجه ممكن يحصل فيها ان انت تعمل اختصار، ممكن نقسم دي على 3 يبقى 2، تقسم دي على 3 تبقى 1، يبقى ممكن يبقى المولوكيول ده في الاخر اف اي 2 اس، بدل ما تقول اف اي 6 اس 3 لا هيبقى تختصر ال 3 وال 6 هيبقى اف اي 2 اس، تمام. واخر حاجة برضو لزيادة التوضيح الفرس اوكسايد، فرس قلنا الفرس اف اي والفالنس بتاعه 2، اوكسايد اللي هو الاكسجين 2، دي برضو الاتنين هياخدوا 2
2، ف بدل ما نكتب Fe2O2 الاتنين التو هتروح مع التو، هتروح مع التو هيبقى FeO، ده الفيروس اوكسايد. تمام كده. بعد كده بقى عايزين نشوف types of compounds. types of compounds ليها 4 انواع: acid, base, oxides, salts. اول حاجه الاسيد، عشان تقول على حاجه اسيد هي substance that dissolve in water and produce positive hydrogen ions. طب الاسيد دي هنعرفها ازاي؟ هنعرفها بحاجتين، ليها sour taste، تعرفه بالليمون، لو دقت ليمون تقول عليه اسيد ليه؟ لان ليه طعم sour. تاني حاجه change in color of litmus paper into red. ليه؟ دي two presence of positive hydrogen ion. الساينس سهله جدا يا جماعه. طيب انتوا عارفين الليتمس بيبر دي؟ انا عايز اعرفكم بس احنا بنستخدم الليتمس بيبر دي عشان انا في ناس بتستغرب ليه الليتمس بيبر، لان هي ليها الليتمس بيبر الورقه دي بالذات لما تيجي تحطها في محلول مش عارف ايه هو او فلويدز او اي حاجه قدامك، لو لونها بقى احمر تحلف ان ده اسيد، لو لونها بقى ازرق تحلف ان ده بيز. تمام. انما لو جبت مثلا اي حاجه تانية، ورقه راوره، اي لو حطيتها، لو جبت ورقه عاديه، ورقه بفره، لو حطيتها في المحلول سواء اسيد او بيز هيفضل لونها زي ما هو، مش هيتغير. عشان كده احنا بنستخدم ليتمس بيبر، ودي فكره الريجنت اللي هتعرفوها بعد كده في الكيمستري والبيولوجي وكده. فدي اول ريجنت انتوا هتتعاملوا معاه، ليتمس بيبر. الكيميكال فورمولا في اسيدز لازم تلاقي الهيدروجين في الاول فورمولا، وهنا الهيدروجين كان بايند بيحب يبايند مع حاجتين، الحاجتين بالنيجاتيف النون ميتال اللي هو نون ميتالز، وال الاتوميك جروب اللي هي بال اتوميك جروبس. يبقى تفتكر ان الهيدروجين بيحب النيجاتيف، بيحب النون ميتالز، وبيحب الايه الاتوميك جروبس ما عدا الميتالز ما عدا الاكسجين، والاتوميك جروبس ما عدا الاو اتش الهيدروكسيد. اكزامبلز ليها اتش سي ال، هيدروكلورايد، هيدروكلوريك اسيد، هيدروبروميك اسيد. واشهر الاثنين هيدروكلوريك اسيد ده هيدروجين مع كلورايد، مع هيدروجين مع نون ميتال، وهيدروجين مع اتوميك جروب ال H2SO4 اللي هو سلفوريك اسيد، ده من اشهر الاسيدز الموجودة هو ال HCl. ودي حاجة زيادة يعني تسهيل برضو عليكم. البيزس بقى are substances that dissolve in water producing negative hydroxide ion. تمام. ليها اتنين بروبيرتس برضو، ليها بيتر تيست وفيل سليبري. تفتكرها بالصابون، والصابون لو دقته هتلاقي طعمه بيتر، مسكته هتلاقيه سليبري، بيتصفلت بيتصفلت. ايوه بالظبط. change the color of the litmus paper into blue due to a presence of negative hydroxide. والكلام ده كله اسئله يعني، اجابات اسئله هتقابلوها ان شاء الله لما تحلوا، يعني لازم حل الاسئله تطبيق مهم جدا يا جماعه. all chemical formula or chemical formulae of base end with hydroxide. ادينا example. examples sodium hydroxide, potassium hydroxide, carbonate hydroxide. يعني تلاقي الهيدروكسيد في الاخر، مش زي الاسيد الهيدروجين في الاول، لا الاكسيد هنا في الاخر، ال OH يعني في الاخر الهيدروكسيد جروب. في تكه صغيره كده، البيز اولها بي، اولها بي تفكركم ان هي بيتر، بي بلو. تمام كده. والاسيد ريد، دي دي يعني. طيب دخلنا بعد كده الاوكسايدز. ايه هي الاوكسايد؟ ار زي ار كومباوندز ريزلتد فروم كومبينيشن بتوين اوكسجين، اوكسايد من اسمها اوكسايد يبقى فيها اوكسجين، دي سهله جدا يعني، اوكسجين اند اليمنت. اليمنت ده ميتال يا نون ميتال. يعني في الاسيد الهيدروجين كان بيحب النون ميتال، بيحب الحاجه النيجاتيف النون ميتال والاتوميك جروبس، هنا الاوكسايد بيمشي بيحب الميتالز او النون ميتالز، وبيعمل حاجتين ميتاليك اوكسايدز ونون ميتاليك اوكسايدز. الميتاليك اوكسايدز ريزلت فروم كومبينيشن اوكسجين مع ايه؟
metals. All non-metallic combined compound result from combination of A, oxygen and non-metal. واكزامبلز تنزل بالاكزامبلز على طول زي الصوديوم. الصوديوم ده بحب نستخدمه في اي حاجه. اول ما تقول ميتال افتكر على طول صوديوم، المونيوم، بوتاسيوم كده. بس الصوديوم مع الاكسجين المونيوم صوديوم اوكسيد المونيوم اوكسيد، ميتال اكسجين ميتال اكسجين، او نان ميتال اكسجين كربون كربون دايوكسيد او سلفوريك او سلفر تريوكسيد. كربون دايوكسيد كربون اكسجين نان ميتال اكسجين نان ميتال اكسجين كربون اكسجين كربون دايوكسيد دايوكسيد عشان اتنين اكسجين والسلفر تريوكسيد. ودايما لما تلاقي داي او تراي في حاجة تعرف ان كان في هنا اختصارات، حصل اختصارات. زي ايه مثلا؟ سلفر سلفر تريوكسيد. عايز ابين لكم ايه اللي حصل في سلفر تريوكسيد اللي يتسمى سلفر تريوكسيد. سلفر هنا السلفر الفالنسي بتاعه 6، يعني ناخد الفالنسي بتاعه 6، اكسجين الفالنسي بتاعه 2، تعمل الكروس هيبقى اس 6 اس 2 اس 2 او 6. طيب احنا ينفع نسيبه كده؟ لا، ممكن اختصارات بقى. ناس بتوع الرياضة 2 على 2 فيها 1، 6 على 2 فيها 3 بقى اس او 3. فأي مولوكيول عملنا فيه الحركة دي واختصرنا هتسمي الحاجة فيها داي او تراي. هنا تراي يبقى سلفر تراي اوكسيد. كربون مثلا بالمرة كربون داي اوكسيد، هنا الفالنس بتاعه ايه؟ 4، كربون وحيد الفور، اكسجين 2، تعمل الكروس يبقى سي 2 او 4. هنعمل اختصارات دي على الاثنين، الواحد ديفايد باي 2 فيها الاثنين، يبقى النتيجة في الاخر ايه؟ سي دي خلاص بقت 1، و او هنا على الاثنين بقت ايه؟ بقى 2، بقى سي او 2. ما دام عملنا الاختصارات دي يبقى تقدر تقول كربون داي اوكسيد، وهنا سلفر تراي اوكسيد. تمام. يلا بقى بينا بسرعة ندخل على الايه؟ السولتس. السولتس برضو ان شاء الله سهلة جدا. السولتس دي ممكن يجي سؤال تلاقيها فين في الناتشر، في الطبيعة يعني، تلاقيها في الايرث كراست وفي ديسولفد ان ووتر. ايرث كراست اللي هي قشرة الارض يعني، ديسولفد ان ووتر طبعا انتوا عارفين في البحر بقى. والصيف جاي ان شاء الله تعرفوا اللي بيعرف شو بيشرب مية هيشرب مية فيها ديسولفد سولتس. السولتس are produced as result of chemical combination of السولتس بقى بتيجي من بوزيتيف ميتال او بوزيتيف اتوميك جروب مع نون ميتال او نيجاتيف اتوميك جروب. يعني بوزيتيف ميتال هيجي بعدها نيجاتيف، يا اما نون ميتال يا اما اتوميك جروب. وبرضو البوزيتيف اتوميك جروب اللي هي الامونيوم اللي تعبانه وعم خلينا عامل لها تفريعه لوحدها، وهي يا دوب امونيوم بس عامل لها تفريعه برضو، هيجي بعدها يا اما برضو نون ميتال او نيجاتيف اتوميك جروب. والاكزامبلز طبعا اشهر حاجه ان اي سي ال صوديوم كلورايد اللي هو ايه؟ تيبل سولتس، ملح بتاعنا اللي احنا بناكله. ده عباره عن ايه؟ تيبل سولت. شفتوا علشان تعرفوا ان الساينس فهمكم الدنيا فيها ايه فهمكم كل حاجه. يعني دلوقتي تمسك السولت تبقى عارف ان هو بيتكون من ميتال ونون ميتال، بوزيتيف ونيجاتيف. عندك ميتال مع بتل مع اتوميك جروب مغنيسيوم كربونات، والامونيوم بقى امونيوم كربونات امونيوم برومين او امونيوم برومايد. وده اللي يبين لنا معنى الكلام اللي احنا قلناه اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف. يعني تفتكروها بوزيتيف ونيجاتيف، سولتس يعني بوزيتيف ونيجاتيف، اسيدز نيجاتيف، اسيد اتس زائد نيجاتيف. ممكن بعد كده نبقى في المراجعات نعمل اختصارات كده تسهل اكتر. اتش بيجي معاه نيجاتيف، السولتس بوزيتيف نيجاتيف. في كلاسيفيكيشن تانية برضو
على حسب ان هي سولف الووتر، فيه على فكره سولتس اند سولف ووتر. طب احنا نحفظ السولف اللي بت السولتس سولف ان ووتر ولا الاند سولف؟ نحفظ الاند سولف لان هي سهله تو بريدكت ات، زي السيلفر والليد عمرها ما تدوب في الميه. فاي سولتس موجود فيها سيلفر او ليد هتلاقيها ما بتدوبش في الميه، يعني سولف سيلفر كلورايد، ليد ايودايد، ليد ايودين، ليد سلفيت. ده عبارة عن ميتال ونان ميتال، ميتال نان ميتال، يعني بقى سولت بس اند سولف موتر. بقية الحاجات بقى NaCl، بوتاسيوم كلورايد، صوديوم سلفيت، صوديوم كربو، مغنيسيوم كربونيت، الحاجات دي كلها سولف موتر. وانتم مش هتحتاجوا تحفظوا الكلام ده، اللي فاهم البوزيتيف والنيجاتيف هيعرف يطلع السولت. وانتم ممكن يجيلكوا يقول لك ايه المولكيول ده عبارة عن اسيد ولا بيز ولا سولت. انت عارف الاسيد، عارف كل واحد الاسيد اوله اتش ومع نيجاتيف، عارف السولت بوزيتيف ونيجاتيف او ميتال ونون ميتال او ميتال واتوميك جروب، عارف البيزس اخرها او اتش، عارف الاوكسايدز اخرها او. ف هتعرفوا ان شاء الله تحلوا بسهولة لو حفظتوا الكلام ده، يعني يا دوب بس مجهود بسيط تلاقوا نفسك حفظتوا. وهنا كان كلام يعني هي بس اول واحدة دي اللي عايزكم تعرفوها، اللي هي all negative ions can form salts except oxygen. طبعا بيعمل ايه؟ oxides. انما الكلام ده اللي هو some salts combined with molecule بتعمل hydrous salts اللي هو hydrous copper sulfate، يعني كان حاجة قديمة و مش مهمة دلوقتي. المهم ال properties بتاعت ال salts. salts are various in taste, color and smell و solubility في ال water، دي تعرفوها برضو. هي differ في ال items دي، taste و color و smell و solubility in water. هتلاقي salts لونها ابيض، لونها ازرق، يعني ده لونه ازرق اللي هو هيدروس كوبر سلفيت، ده هو التوتيا بالعربي. وكده ان شاء الله انتهى ليسون 2 في يونت 1، و اتمنى يكون شرح سهل وطريقة جديدة تعجبكم ان شاء الله. كان معكم دكتور محمد عصران، نلتقي ان شاء الله في دروس قادمة. استودعكم الله، مع السلامة.